اللي مصر بتمر بيه غلاء ومعيشة صعبة والواحد مش قادر يوفر لبيته ولأولاده كل الاحتياجات، الغلاء هو فعلا على مستوى العالم بس بزيادة شويتين في مصر، ومصر مش مستحملة. يعني مصر فاتحة بابها وقلبها وخيرها كله لبلدان تانية جايين لاجئين، مش حتى مش عاملة لهم شيلترز مثلا وحطهم على جنب، لا دول اندمجوا جوه الشعب المصري، ما فرقناش. لكن لازم نبقى واعيين قوي قوي قوي. في احتياجات، لكن الضمير والاخلاق ما تخليناش ان احنا يبقى فيه فساد ونساعد فيه ضد اولادنا، ضد شعبنا، ضد شبابنا اللي المفروض يلاقي شغلة نضيفه عشان يعرف يكبر البلد. ما ينفعش ان هو كل فكره ان هو يخرج بره عشان يقدر يعيش، عشان يكون نفسه، عشان يقدر يجيب شقة، عشان وعشان وعشان. كم الفساد اللي اتمسك في الأيام اللي فاتت ومن وزارات كبيرة، شيم 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 حقيقي. يعني مصر تكشف قضية فساد في وزارة التضامن. أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ضبط عدد من المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المحافظات لارتكابهم جرائم التزوير، تزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام، رشوة. كما أعلنت الرقابة الإدارية ضبط 18 مسؤول في شركة الطيران الوطنية. تخيلوا 18 مسؤول التابعة لوزارة الطيران المدني بعد تورطهم في اختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين في أو على خطوط الشركة، وتتحول يعني بيحولوا العملات الأجنبية في السوق السوداء وسددها للشركة بالعملة المصرية وياخدوا الفرق. وقبل أسابيع ضبطت السلطات مسؤولين بوزارة الري المصرية حصلوا على ملايين الجنيهات كرشوة مقابل إنهاء صفقات ومستحقات لبعض رجال الأعمال المتعاملين مع الوزارة. كما ضبطت السلطات مسؤولين كبار بوزارة التموين ومجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة. وقبلها ألقت السلطات القبض على مسؤولين من وزارة التموين، بينهم مستشار الوزير، المستشار شخصيا مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة. تخيلوا بقى يعني قد ايه المنصب بتاعه، مستشار الوزير والمسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، وتم 8 آخرين من المعاونين له. وتبين أن المتهمين، نشوف بقى التهمة بتاعتهم، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار فضلا عن الاستيلاء على المال العام. تخيلوا بقى يعني طب وبعدين، يعني لما مصر الوزارات يعني ده ليهم مكافآت وليهم، طب الشعب الغلبان اللي مش لاقي ياكل يعمل ايه؟ نخليه يروح يسرق هو كمان؟ هل هو ده بقى المنطق؟ لما الكبار اللي معاهم فلوس اساسا وعايشين كويس وفي الوزارات و و و مش مكفيهم اللي هم بيقبضوه، نعمل ايه في الشعب الغلبان اللي مش لاقي قوت عياله اليومي؟ الفساد طول ما هو موجود في البلد مصر مش هتشوف خير. الخير بتضيعوه بالشيطنة والأفكار الهدامة. خير مصر عمالين تسرقوه وتنهبوه، حرام عليكم. حبوا مصر شوية، قدروا قد ايه ربنا عطيكم خير، واشكروا ربنا على القليل عشان يبارك لكم في القليل. ما ينفعش ان احنا الطمع معايا 10 لا لازم يبقوا 20. هل بالحلال؟ لا،
بالرشاوي بكل حاجة بكل حاجة كل حاجة. الفهلوة هي اللي كسبة، الفهلوة هي اللي تخليني أبقى عندي شقق وعندي عمارات وعندي عربيات وأقدر أسافر برا وأعلم عيالي في أحسن جامعات وأجيب لهم عربيات برضو. طب عملته إيه للغلبان؟ طب ده أنت حتى يعني لو ما حسيتش بجارك أو البواب أو الناس اللي في الشارع حواليك قد ايه محتاجه، هيصعب عليك ان انت تخون يعني وتبقى انت اساس الفساد. عينكم على مصر، حبوها، كفاكم فساد. والمصريين الشرفاء هم اللي المفروض يمسكوا البلد. اختار يا ريس صح واسال، وبلاش المحسوبيه وبلاش ان احنا نبقى عارفين ان فلان عليه قضايا كان واحنا زي بعض، ومعلش ده قريب فلان، وطب عشان خاطر فلانه، طب وعشان ده ابن فلان. هو ده اللي مضيع البلد، المحاسيب. ربنا يحميك يا مصر.